أحد الفنون التقليدية المحبوبة في تركيا، والتي يعتقد أنها نشأت في تركيا أو أواسط آسيا. بعد سنوات من الإهمال وانشغال الناس عنها، عاد الاهتمام بهذا الفن الأصيل إلى ذروته، فكثر طلابه وزاد زواره. بين 27 من نيسان إبريل والحادي عشر من أيار مايو الحالي، يستضيف صالون معرض التقسيم للفن معرضا مشتركا لمختلف أنواع الإبرو. يشارك في المعرض أستاذ الإبرو المعروف يلماظ نشا وأحد عشر من طلابه. إبرو سادجة وسادجة أحببت الإبرو لأنه فن فريد، ففي الإبرو اللوحة لا تتكرر تماما كبصمة الإبهام. حتى لو قام نفس الفنان في نفس اليوم بنفس الصبغ بالرسم، فلن يأتي بنفس اللوحة. المعرض الثاني للأستاذ مع تلاميذه سماه نشا باسم براعم الوردة، إذ أنه كان أول من رسم الوردة بطريقة الإبرو، فأطلق عليه لقب الوردة الأب، وأطلق على كل من أجازه لقب برعم الوردة. بهذا المعنى فقد أخرج لنا الفنان الشهير في هذا المعرض برعمين للوردة، حيث أجاز اثنين من طلابه. يمثل الإبرو بالنسبة لي الوحدة والتفرد، لأنه كما تعرفون لا يتكرر. بهذا المعنى فهذا الفن يرمز للوحدة بالنسبة لي، عدا عن أنه فن مختلف، إنه كالسحر هكذا يفهم، لذلك فهو مختلف عن باقي الفنون. عرض الأستاذ وتلاميذه الفنانون 105 لوحات من مختلف أنواع الإبرو، الورق والسين والمرقع، في المعرض الذي لاقى افتتاحه إقبالا جماهيريا كبيرا تقديرا لهذا الفن البديع. الإبرو شيء مريح للروح والأعصاب على الأقل بالنسبة لي، فأنا عندما أعمل أنسى كل شيء ما عدا اللوحة التي أريد رسمها، هذا ما أركز عليه، أفكر فقط في العمل الذي سأستطيع إخراجه للنور. هدف الفنانون في هذا المعرض كما يقولون إلى مشاهدة رواد المعرض لفن إبرو يستشرف المستقبل دون الانقطاع عن الماضي، ويأملون أن يكونوا قد نجحوا في ذلك.